ابلكيشنز فانكشنز اللي هي حاجات بتجمع نتائج. تمام، زي مثلا ايه؟ عشان نخش في الموضوع مباشره عشان مش فاضيين مستعجلين ورانا شغل. فلو انا جيت قلت له انا عايز، تخيل معايا كده ان انا عايز عدد الناس، اول حاجه نعرفها اسمها الكاونت. لو قلت لي عد لي كل اللي موجودين في التين شيرت بقى معناها ايه؟ اللي هم 10 المفروض، احنا عارفين ان هم 10 اصلا، صح؟ لو جينا عملنا جو النتيجه بتاعتنا قال لي ايه؟ قال لي 10. فانا عندي كاونت. فالاجريجيشن فانكشنز ممكن نعمل كده عشان نكمل النوتس اللي احنا بنعملها كده على جنب دي. هم انواع كتير بصراحه، انواع كتير جدا، بس احنا مش هنقعد نتكلم في الانواع دي كلها، احنا بس هناخد الكومون منها والباقي ماشي عليه نفس الاسلوب ونفس الشغل. يعني زي مين؟ عندنا كاونت احنا اخدناها من شويه، دي بتعمل ايه؟ بتجيب العدد. عندنا افريج في جي، ودي بتجيب الايه؟ المتوسط. عندنا سم، ودي بتجيب الايه؟ بتجيب المجموع. وفي عندنا ماكس بتجيب الاكبر، وفي عندنا مينيمم بتجيب الايه؟ بتجيب الاصغر. وفي عندنا حاجات تانية شهيرة زي الستود ديف، دي اللي هي بتجيب ايه؟ ستاندرد ديفيشن اللي هو الانحراف المعياري، صح؟ وعندنا بقى الفارينس برضه شهير، الفارينس اللي هو التباين. وعندنا بقى كل الحاجات الاحصائية التانية. يعني الاجريجيشن فانكشن زي اصلا الحاجات الاحصائية. بس احنا مش هنخش في الحاجات اللي هي معقدة ولا حاجة، احنا اللي يهمنا هم الكاونت والسم والافريج والماكسيمم والمينيمم، هو دول الاغلب الحاجات اللي احنا دايما بنبقى مركزين عليهم في الشغل يعني. فلو حبينا نجربهم كده في جمله على السريع عشان نكسب وقت، فانا جاي اقول له بص احنا شفنا استرسك، صح؟ طيب انا ممكن اقول له هات لي السم بتاع السالري، فيجيب لك مجموع المرتبات كله كامل. وممكن اقول له هات لي الماكس بتاع السالري، بقى معناها هات لي ايه؟ اعلى مرتب. ممكن اقول له هات لي المينيمم بتاع السالري، يبقى يجيب لي اقل من ايه؟ اقل مرتب. ممكن اقول له هات لي الاي في جي بتاع المرتبات، يبقى جاب لي متوسط الايه؟ المرتبات. جميله جدا. خلص الاجريجيشن فانكشن. لا اصبر بقى لسه. ما هي دي بقى عايزه، دي عليها اكل عيش بقى، دي عليها شغل بعد كده. فانا لو جيت جربت كده قال لي ادي النتيجه بتاعتك ايه؟ قال لي هم 10 موظفين، المجموع 114500، اعلى واحد 20000، اقل واحد 4000، متوسط يبقى 11 ايه؟ 450. عايز تتاكد اعمل ايه؟ 114500 على ال 10 هتعمل معاك ترحيله اللي هي العلامه العشريه، تطلع معاك اللي هم كام؟ اللي هم 11450 اللي هو المجموع العدد المتوسط، صح؟ هو الكمبيوتر بيحسب حلو، ما تشككش في نتائجه، احنا اللي بنكتب غلط. طيب كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه. لكن انا مش النتيجه بس ما تبقاش بالنسبه لي سطحيه كده، انا خلاص عرفت هم بيشتغلوا، عرفت ان هم بيشتغلوا مظبوط وكله تمام. عايز اقول ايه؟ عايز اقول هات كل قسم فيه كام موظف، يعني اظبطها شويه. هو بيجيب لي ايه؟ الموظفين كلهم وخلصنا اللي هم 10 وخلاص. قلت له لا، انا عايز لا واحده واحده، ما هي اللي هيمشي معايا على الكاونت هيمشي معايا على الصم على الادرج على، مش فارق معايا ماشي. فانا لو جيت قلت اديني، لا ما عنديش الدينين، عندي الدبت، عندي الدبت ورك، صح؟ عشان ما اقعدش بس اعمل ربط، انا مش فاضي دلوقتي، صح ولا ايه؟ مش فاضي دلوقتي، انا قلت الدبت ورك يعني رقم القسم. طبعا انا ممكن اجيب اسم القسم اعمل جوينت عشان مش عايز اعقد الموضوع، انا عايز اركز على اللي انا عايز اقوله. عايز اركز على اللي انا عايز اقوله بالظبط. ما اشغلش بالي بحاجات ثانيه، فبقول انا طلع رقم القسم وقدامه
عايز مين؟ عدد الناس اللي شغاله فيه. ليه الكاونت؟ بدل ما كان الكاونت يقول 10 كل الناس اللي عندي، لا انا عايز اقول له قسم واحد فيه 3 وقسم 2 فيه 5 وقسم 3 كده. طب لما اعمل كده هيبدا يطلع ايرور شهير. الايرور شهير ده هو ما عرفش يعد، هو قال لك نل وخلاص، بس هو المفروض دوت فيه مشكله. ايه هو، ايه مشكلته؟ ان الديبت ورك بيانات كتير، بيانات كتير، اما الكاونت نتيجه واحده. يعني الكاونت بيترجع لك 10، اما الديبت ورك في قسم واحد وفي قسم اثنين وفي قسم ثلاثه وفي قسم ده في بيانات، ولذلك ما عرفش يطلع نتيجه. ما عرفش يطلع نتيجه، ما هو ما عرفش يطلع نتيجه، نتيجه مش سليمه. خلاص انا اقول له طب هو الراجل طلع لنا، المفروض كان يطلع لك ايرور. ايوه يقول لك سنجل وجروب، يعني في فاليو بترجع سنجل فاليو واللي بترجع جروب فاليو، جروب اوف فاليوز ويضرب. بس هو قال لك خلاص يا عم انت مش فاهم، فانا هطلع لك الديبت ورك قدام العدد ايا كان. ما هو مشكله قصاد كل قسم طلع 10، دي بقى ممكن داتا بيز انجن ثانيه تعملها، فاهم ازاي؟ يعني مش قضيه، بس في النتيجه بالنهائي كله حلول غلط. ماشي والله عارف، هتلاقي بعض هو الداتا بيز الماي سيكول كانت بتطلع الايرور ده، بس هي دلوقتي قالت لك ماشيه كده. بس من قال لا المفروض كانت تطلع القسم رقم واحد طلع قدامه 10، قسم رقم اثنين طلع قدامه 10، ما هو برضه النتيجه غلط يعني. يعني ايا كان، سواء هم كتبوا الايرور، سواء عملوا نل وطلعوا النتيجه كامله، سواء كتبوا كل قسم قدامه 10، كل النتائج دي كلها غلط. مش هو ده اللي احنا عايزين نوصل له اصلا. خلاص كده؟ هو ده اللي احنا عايزين نوصل له في الاخر. ليه؟ لان الديبت ورك المفترض زي ما فهمنا احنا عندنا الديبت الديبارتمنت وركس كذا قيمه. اما الكاونت بتجيب لي ايه؟ قيمه. فناخد قاعده نحطها كده رول، طالما ان انا عندي في السلكت بعض الفيلدز بتجيب ميني فاليوز وبعض الفيلدز بتجيب وان فاليو، يبقى لازم تحط جمله اسمها جروب بارو. اقولها بمعنى اخر الرول، لو في السلكت في اي اجريجيشن فانكشن، في اي اجريجيشن فانكشن وجنبيهم فيلد عادي، بعد كلمة سيلكت في أي أجريجيشن فانكشن، أي أجريجيشن فانكشن معاهم فيلد عادي، ما هو لو أجريجيشن فانكشنز بس يبقى زي اللي عملناه صم وكاونت وبتاع كانت شغالة زي الفل، لكن معاهم فيلد عادي يبقى اعرف على طول إن في رول كده لازم تحط جروب باي، واعرف بقية القاعدة بقى جروب باي، وبعد جروب باي كل الفيلدز العادية. جروب باي وبعد جروب باي كل الفيلدز ليه؟ العادية. يعني لو جينا حبينا نحل دي فهيبقى سيلكت الديبت ورك والكاونت استرسك، ولازم نحط حاجه اسمها جروب ايه؟ طب ولو في وير ماليش دعوه، بعد الوير في جوين، بعد الجوين مش مشكله. تمام؟ جروب باي ولازم احط كل الفيلدز العاديه. فالفيلدز العاديه عندي اللي هي الديبت ورك بس، طب لو كانت حاجه ثانيه يبقى احط الاول كوما الثاني الثالث الرابع زي ما انا عايز، ماشي؟ قلت له لازم اقول له جروب باي الفيلدز العاديه اللي هي الديبت ورك. طب بقى معناها ايه؟ انا اجمع على حسب الديبت ورك، معناها كده اجمع على حسب. كنت كده بتقول لي بقى، بتقول لي الديبت ورك وجيب لي العدد جمعهم لي على حسب الديبت ورك، فيمسك الديبت ورك رقم واحد يقوم مجمع بقى كام واحد موجود في ثلاثه ثلاثه، يقوم مجمع كل الثلاثه، يقوم ماسك الديبت ورك اللي هو رقم اثنين ويجمع فيه كام، فيه اثنين يجمع، ويمسك الديبت ورك اللي فيه ثلاثه في كام واحد ما فيه زيرو، يبقى حد زيرو. ماشي، بحب تجيب انت الخلاصه. جو قال لي ايوه بقى نل في واحد، في تيتشر في النل مش متحدد له قسم، ده صح، وقسم رقم واحد في سبعه وقسم رقم اثنين في اثنين،